شهد وزير العدل المستشار عمر مروان حفل تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مؤكدا خلال كلمته على تقدير الرئيس السيسي للقضاء ودورهم في صون المجتمع وحماية قيمه وهويته من خلال تحقيق العدالة الفاعلة والناجزة. كما استعرض وزير العدل ما وجه به الرئيس السيسي من تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومنح شهادات تقدير للمتميزين. شهادات تقدير موقعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخمسين قاضي متميز، قاضي وقضية يعني، عشان متميزين في عملهم، سواء متميزين من ناحية العلمية، من ناحية إنجاز القضايا، من ناحية الإدارية، في مجالات مختلفة. هتلاقوا حضراتكم كل واحد من اللي كان بيتكرم مكتوب تحت اسمه سبب التكريم بتاعه، هو متميز في ايه. لا شك ان وجود شهادة التقدير موقعة من فخامة الرئيس، اولا دي اول مرة في تاريخ القضاء المصري. طب سيادة الرئيس بيوقع الشهادة ليه؟ لانه رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية. طب القضاة دول عملوا ايه؟ لو زي ما قلت لحضراتكم، القضاة في القضاء العادي عاملين انجازات متميزة في دعاوى الاسرة والدعاوى المدنية. في دعاوى الأسرة هعيد الرقم تاني، المتبقي من الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم الابتدائية قبل عام 2021 من دعاوى الأسرة في كل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، المتبقي الآن كم دعوة؟ 6، يعني ما فيش. فلا يغفل شاهد ولا ينكر إلا جاحد هذا التطوير وتلك الإنجازات، ما بين سرعة للفصل في الأغضية زادت نسبته، ودورا للعدالة تحفظ للمواطن كرامته وللقضاء هيبته، وتحديثا لآليات العمل زادت من فاعليته وأدت إلى سرعته. وإن تكريمنا اليوم الذي أصبح عرفا بفضل رؤيته هو أحد هذه الأوجه، بأننا قاضيات وقضاة مصر ندرك عظم الأمانة التي نحملها والرسالة التي نؤديها في إرساء دعائم الحق والعدل ورد الحقوق ونصرة المظلومين، ولن نقصر أو نتهاون في أداء هذا الدور على الوجه الأكمل، لعلنا نرد جزءاً من جميل هذا الوطن.